اليوم رح نسوي لكم كبسة سعودية على الأصول. كيفكم يا غوالي؟ معكم الشيف عمر من برنامج مأكول الهنا، وين؟ على تلفزيون الآن. رح نسوي كبسة سعودية مع بعض شغل أبراتب. شرفوا معي على الغاز. رح نسوي لكم كبسة سعودية بطنجرة واحدة، لا عذب حالك ولا وجع راسك يا غالي. أول شي منشغل الغاز، منحط الطنجرة ومنحط زيت نباتي قدر نص كاسة، ومننزل عليه بصل كبيرة كبيرة، ها مفرومة ناعم، وأربع أسنان توم كمان مفرومين فرم مو مدقوقين دق، وبنزل عليهم البهارات الصحيحة، لومي هندي وليمون يابس، قرفة، ورق غار، هيل، رمفل، حتى لو مو متوفرين عندكم كلهم فيكم تحطوا قسم منهم، مع قرن فليفلة حدة هيك لنشكلس أمورنا. ومنحمس كل هالحباشات مع بعضها. وهلا يا غوالي بس بلشنا نشمشم هالروايح الحلوة والروايح العربية الهيل وما الهيل، منجيب الدجاج تبعنا، عندي كيلو ونص فروج، يعني فروج وزنه كيلو ونص، قاطعه نصين بالضبط هيك بهذا الشكل، نزلوا عليهم. لما نزله بخليه هيك، بعد شوي بقلبوا على الوش الثاني هيك ياخذ له تحميصة شغل أبراتب. وهلا يا غوالي بس شميت ريحة هالفروج بلشت تفوح وتطلع، بنزل بهارات الكبسة، وهذا بهار الكبسة عامله على ايدي الله وكيلكم، انا ما بشتريه جاهز، شغلة خرافية يعني ريحته مليون. وهلا بننزل معلقتين من الاكل، شايفين من بهار الكبسة مقوبعينها، وهلا بنزل معهم شو معلقة أكل مقوبعة من دبس البندورة محمصة. وهلا ناولونا هي، هون عندي تقريبا ثلاث بندورات حبة فحلة بلديات مقشرين ومفرومين ناعم هيك، مية بندورة يعني مو دبس بندورة، نزل عليهم. وهلا بجيب مي سخنة عم تغلي غلي بنزلها عليهم بعد ما شو اندمجت النكهات كلها مع بعضها، بخلي المي بس تغمر الدجاج مو اكثر من هيك. وهلا بنسكر عليهم الغطا ومننوص النار هيك ليستوي الدجاج، ليستوي هيك 95%، ما بدي اياه يطلع مفروط، يعني هيك يكون مستوي على القد.
بسم الله. وهلا يا غوالي رح اعمل لكم دقوس. بس شو دقوس؟ شغل عمك ابراتب. شو هو الدقوس؟ الدقوس يا جماعه هو صوص بيتاكل قدام اكلات رز ولحم، رز ودجاج، مندي، مدفون، مصبي، ميبوس، مجبوس، يعني هالاكلات هي الكبسه الكذا، كثير طيب، بيتكون من مكونات شايفينها قدامكم، حنساوي لكم اياها بطريقه شغل عمك ابراتب. هلا انا هون عندي تقريبا 5 بندورايات مقشرين مفرومين ناعم، تمام؟ يعني مو ناعم، هيك لهم ملمس شوي، هيك لازم يكونوا. بدي احط عليهم 3 اسنان ثوم. بدي احطهم طبعا بمحضرة الطعام، وكمشة كزبرة خضراء. هلا الحلبية حيحكوا علينا. وبدي احط عليهم فليفلة حدة خضراء حمراء يلي متوفرة عندكم. هيك حاجة بلا ما تشلفت كتير. وبدي ملحهم، يعني قدر نص معلقة ملح. وبدي احط كمان عصرة ليمون. امتى بحط عصرة ليمون؟ بحط عصرة ليمون لما البندورة اللي عندي ما يكون حامضة. لما تكون بندورة فيها طعمة حموضة ما في داعي تحطوا عصرة الليمون. وهلا بدنا نضربهم على محضرة الطعام، بس ضرب خشن، يعني ما بدي كتير اطحنهم اطحنهم اطحنهم، هن حتى لو انطحنوا كتير ما بيأثر، بس هن بيكون فيهم شوية ملمس، يعني شوية خشونة، معلش روقوا علينا. يلا وهلا بنركب القبضة تبعنا وبنخفقهم. بسم الله. شوفوا القوام تبعه شلون لازم يكون، شوفوا الملمس، شايفين؟ في خشونة، يعني لازم يكون هو فيه ملمس، حتى هو الاصلي بيكون لسه بيفرموه، يعني اصوله بينفرم فرم على الساطور كله، البندوره مع الكزبره مع الفليفله الحده مع الثوم كلهم بينفرموا مع بعض. لكن وين هذا، ايام زمان. هلا تجي تلاقي المره تعي فرميهم هيك، لك محل عني، صح ولا لا؟ اكتبوا لنا تحت. هيك صار صوصنا جاهز، هنيك الروائح اللي عم تطلع خرافيه. شرفوا شرفوا، شوفوا لي على هالمنظر ودعوا لي. يا ويلي يا ويلي، كبسة سعودية شغل عمك ابراتب. يا ويلي على الروايح، قربت. وهلا خلينا نروح لحتى يستوي الدجاج. وهلا يا غوالي صار وقت نطلع الدجاج ونحطه بالفرن لانه استوى، شايفين ما احلاه؟ استوى على الهادي وعلى رواق، وحافظنا بنفس الوقت على شكله. هلا بسحبه لبرا هيك. بسم الله. حطه هون على الصينية. وهلا هون عندي 4 كاسات رز، رز كبسة طبعا، ما بنقعه، الرز الكبسة ما بنقع يا جماعة، بنغسل غسيل مغسول كتير منيح لنطلع منه النشا. عندي 4 كاسات، انتو ساووا الكمية اللي بتلاقوها بتكفي ومناسبة. فورا بنزله لهون. في شغلة ما حطيناها يا ترى، بتعرفوا شو هي؟ الملح. ليش ما حطينا ملح؟ الملح بيأثر على استواء الدجاج، بيبطئ من الاستواء تبعه، بيبطئ من استواء اللحم، اي شيء عم ينسلق نحط ملح اخر شيء. هلا بنحط الملح، بنملح. ما عندنا ملح نهائي طبعا، بنحط معلقة صغيرة ونص. وبنخلطهم. شايف المي ممتازة، لا بدي زيد مي ولا شيء، كتير ممتازة للرز. هلا بقوي عليهم النار وبتركهم مكشوفين. ما بغطيهم، أول ما يظهر الرز على وش المي بنوس النار. وبسكر عليهم وبس، بس بنوس انوص شيء لانه هيك اطيب شيء، بتفتح حبه الرز على رواق اخر شيء، حتى بغطيها كمان ببشكير. ولا يا غوالي قبل ما نحط الدجاج بالفرن نعطيه هيك دهنه على الوش مشان تعطيه لون حلو لما ينشوى بالفرن. شو هي؟ هي عباره عن زيت، شويه زيت نباتي، وبدي ملح كمان لانه الدجاج ما فيه ملح. نص معلقه ملح. معلقة بابريكا بتعطيه لون كتير حلو. ونص معلقة كركم.
كمان بيعطيه لون كتير حلو. وفيكم كمان تستعملوا زعفران او ملون زعفران او شيء. انا ما بحب استعمل ملونات صناعيه، لهيك بستعمل شيء طبيعي. خليني ادوبهم بقلب الزيت. بسم الله. وهلا بعد ما دهناهم ناخذهم على الفرن ونشوي الوش تبعهم، بس ما بدنا اكثر من هيك، هن مستويين اساسا. بسم الله. وهيك صار رز الكبسه جاهز معنا يا غوالي، صار وقت نسكب وناكل. بسم الله. شوفوا كل حبه واختها، شايفين ما احلاهم شلون الحبة مفتحة على الآخر. بسم الله. وهي الدجاجات تبعنا اتحمروا وتشمروا، الدجاج المحمر. شوفوا لي الدجاج المحمر والمشمر يا ويلي. هاي دغري خدها من تحت هيك وحدة غدر، صفها هون يا غالي هيك. شو ها شو ها، شي ملكي يا هيك الكبسة يا بلا. قالوا تسطحوا حبيباتي، تسطحوا تسطحوا ولا عبالكم. وعندك واحد كبسة سعودي لهون يا غالي. هالرزات قاعدين تحت منغنغين بهالبهارات وبهالطعمات، وقاعد فوقهم فروج متسطح ومو سائل على حدا، وحواليها المكسرات وهالبهارات. وعم يقول لك قرب لعندي يا غالي، قرب لعندي، انا بياع التمر هندي. هلا بالربع، قربوا يا غوالي، هلا بالربع الغوالي. احلى كبسه سعوديه شغلها براتب، كبسه بدها تشلح اجباري يعني. هاي المعلقه لا تاخذونها، هي السعوديه محطوطه هون، يعني لا تفهمونا غلط. انا بعرف اذا باكل بالمعلقه بتحطوا اسمي على الحدود وبصير مشاكل. هاي المعلقه مشان ناخذ هذا الدقوس ونزته هيك هون حد مثل النار، واخذ من هاد الفروج. شايفين هذا الفخذ الحزين يرايح نيفه، اخذ هيك وحط وين فوق هالدقوسات هدول، وانزل من تحتهم واخذهم وحده غدر. كبسه سعوديه شغل عمك ابراتب، اعطينا وحده زبطني. فوت فوتك. شو هاد؟ شو بدي احكي لاحكي يا ويلي، خرافيه. هاي هيك بتاخذها يا غالي، تاخذ هيك اللحم بتنسله تنسيل، بتحطه هيك على الرز وبتغرقه بوحدة دقوس مثل النار، بتاخذها هيك من تحت. ها شايفين شلون؟ وقبل ما تخرطشها شو بتساوي؟ تعطيها وحدة زبطني على الوش وتفوت فوتك على المعدة دايركت، ولا حرف ولا كلمة. وهلا صار وقت نفحص الصدر. شوفوا شوفوا الصدر يا ويلي، اللحم الأبيض شوفوا مستوي رايح نيفة. تعا تعا هذا السخن هيك، تاخدوا هاد بتزته هون، تعطيه واحد دقوس مثل النار، تاخد الدجاج هيك تاخدها غدر هيك كلها، شايفين شلون؟ وشو بعدين؟ حط لها واحدة زبطني. كبسة سعودية شغل عمك ابراتب، على المعدة دايركت. بسم الله. بدي تعطوني واحدة الله يبارك له بالسعودي يا غوالي. شو اكلة خرافية، عجبتني الصراحة. يعني أنا على طول بساوي الكبسة على الطريقة السورية، بس على الطريقة السعودية عن جد خرافية لا يعلى عليها. شرفوا معي، قربوا لكم، قربوا يا غوالي، قربوا تعالوا عندي. أول شغلة بدنا نعملها بدنا نسلق الدجاج. عندي فروجة كاملة، يعني فخذ، صدر، جناح. الصدر طبعا مقطعه قطعتين أحسن، والفخاد وزن الفروجة كيلو ونص. وعندي طنجرة، شوفوا شلون بدي ساوي لكم مرق دجاج نطبخ فيه المقلوبة، مخيف يعني عن جد مرعب، يعني بيرعب، بيطلع لكم بالليل. لا بمزح معكم. شو بدنا؟ بدنا ورق غار. ها. بسم الله. هاي ورقتين غار. وبدنا كمان يا سيدي ملا انتو حبتين هيك. وبدنا عود قرفة،
بدي احط عليهم كمان ليمون يابس. بتعرفوا على شو عم دور؟ عم دور على هذا الرنفول. انا بحب حط كل البهارات الصحيحه، انتو حطوا المتوفر عنكم منه. ليكو قاعد بقطرميز زهري. ها وهلا بحط عليهم بصله وجزرايه، وبدنا كمان شويه زيت او سمنه، ها بس شوي صغيره. وهلا برفع هي الطنجره على النار وبحمصهم لتطلع الريحه تبعهم، بعدين بتعرفوا شو بدي اسوي. شرفوا. ومنخلي جنبنا مي سخنه، ليش؟ لانه بدنا نستعملها. ناولوني الدجاجات لكم. ها بسم الله. وهلا بلشت البهارات تطلع ريحتها، والبصله والجزره بيعطوها طعم خرافي. هلا بنزل الدجاج. يا ويلي على الروائح يا ويلي. بدي اعطيهم تحميصه شغل عمك ابراتب. وهلا بعد ما تحمصوا معنا بننزل عليهم بالمي السخنه المغليه. بسم الله. وهلا بعد ما حطيت المي يا غوالي بستنى الزفره لتطلع، بقش الزفره وبموس النار على الاخير وبغطيها. ويا ويلو اللي بيحط ملح، اوكم تحطوا ملح بيطول الدجاج ليستوي. وبحطه على عين نايصه بخلي الدجاج يستوي على مهله، بس يستوي الدجاج على مهله بيطلع منهنه نهنه، والملح بنحطه بالاخير. الله يرضى عليكم، لا تعذبوني. فوقات اللي بدها غير الباذنجان مين بيتذكر؟ زهرة، بطاطا، ويمكن قالت لي بندورة، وظريف اذا حطينا تحت بصل. يلا خلينا نشغل على الزيت ونقليهم. هلا اول شغله خلينا نشيل هدول الاغراض على جنب ونغسلهم ونشكلسلهم امورهم. ها يا هاي السكين وهي الدفه. بس الزهره بدي احززها. شلون بنقطع الزهره؟ بنقص هيك من فوق هدول الشقف، ها بنشيلهم كلهم. تلاقوا بلش شو يطلع معنا قطع الزهرة. حوينتو ما حقلي الراس كله كتير، ما لسه في باذنجان وفي بطاطا، بس هدول اللي حطيناهم هون بكفوا. هاي بكره بعمل لي عليها شيء اكلة باذنجان مقلي ظريفة. يلا وهلا بعد ما غسلت الحباشات تبعي وقبل ما اشهر الباذنجان مشان ما يسود، باخذ الزهرة بحطها على القلي وبعدها بشتغل بالباذنجان والبطاطا. بسم الله. حبات الزهرة ما تخلوهم صغار، خلوهم كبار مشان ما يفرطوا بقلب الأكلة، يعني خلي الحبة شوي كبيرة. وهلا خلينا نقشر الباذنجان. أحلى ريحة بالعالم يا جماعة ريحة الزهرة هي عم تنقلها، يا أخي ريحتها غير. شوفوا بدي إياها شقرة، بتطلعوها هي وشقرة ما بتخلوها لتسود. هيك مستوية هي تقريباً 90%. وهلا بعد ما طلعت الزهرة بجيب البطاطا يلي قطعتها شرحات عريضة وبنزلها على القلي. وهلا يا غوالي بين ما تنقل البطاطا معنا في شغلة ما لازم ننساها، ننقع الرز، لأنه كل شيء تقريبا صار جاهز، الدجاج صار مستوي 60% يمكن، والزهرة انقلت والبطاطا حتخلص قلي، وبعدها بدنا نقلي الباذنجان وكله جاهز. يعني حنحط 4 كاسات من الرز القصير، الرز العادي يعني، مو رز كبسة مقلوبة ما بتنطبخ برز كبسة، اوكم والله بيحكوا علينا فلسطينية. مقلوبة هيك اصولها بهذا الرز. 3 وهي 4 كاسات رز. بتعرف شو بدي اسوي للرزات؟ بدي اغسلهم كتير منيح، وبعد ما اغسلهم انقعهم. اغسلهم من النشر. هلا بين ما عم ننقع الرز خلينا نقطع البندورة والبصل ونقشر الباذنجان ونقطعه. بسم الله. في معلومة كتير مهمة. طبعا هلا البندورة ما بتنقلها اكيد يعني، بس المعلومة المهمة مو على البندورة، المعلومة المهمة يا غوالي على الرز. الرز دائما انا متعود لكم اغسلوه منيح لا تخلوا فيه نترة نشا. هلا لا، لما نغسله خلي فيه شوية نشا، يعني طلعوا المي اللي قاعد فيها عكرة، يعني غاسله انا شي 3 وجوه والوش الرابع نقعته بالمي، عكرة شوي. ليش؟ شو السبب؟ اسم الاكلة مقلوبة، يعني الطنجرة بدها تقلب قلب، فبدي شوية هالنشا تضلي بالرز لحتى مو تنخبس بس لحتى تصير قطعة واحدة وتقلب معك وتطلع قالب كاتو.
كيكه يعني على اخواننا العراقيين. وهلا خلينا نكمل. والبصله بنجيبها وبنقطعها كيف مثل ما هي، هي وكامله هيك مثل ما قطعت البندوره. هاي بصله واحده بصلتين، انتم على حسب قديش بتحبوا. انا بصراحه يا جماعه عشان ما اكون عم بكذب عليكم، بحب المقلوبه بالباذنجان. انا وعيت على الدنيا بعرف المقلوبه هي رز وباذنجان ولحمه وقدامها لبن بخيار. بعدين صرت استكشف انه في دجاج وفي مع خضار وفي مع كذا، فاليوم عم نجربها لنشوف شو حيطلع معنا. ان شاء الله بتطلع يعني شغله طيبه، بس انا على طول بساويها بالبيت. باذنجان اسمها مقلوبه باذنجان اساسا. حتى انا سائل ناس فلسطينيه قدما يعني قالوا لي المقلوبه من زمان كانت بالباذنجان، كانت رز وباذنجان ولحمه وما كانت بجاج. هاي هي الشغلات طلعت جديد. في ناس بتقول لك لا يا اخي انه المقلوبه بالاساس هي هيك مثل ما احنا عم نساويها، دجاج وخضار. فانتوا يا غوالي واخواننا الفلسطينيين اكتبوا لنا تحت التعليقات شو الوضع، شلون هي المقلوبه، او شلون انت بتتخيل هي المقلوبه، يعني بشو هي وبشو بنحط لها، شو اساسها يعني. بس عم نحكي عن الاساس، اما هلا اكيد كل واحد بحط على كيفه. ولي البطاطا استويت، شرفوا معي. وهلا خليني اشيل البطاطا كمان، ما بدي البطاطا تنقلع على الاخر على الاخر يعني، ها يضل فيها شويه روح. باذنجان لازم نقطعه هيك مقلم، ليش؟ مشان يضل متماسك. اذا الباذنجان كبيره نقطعها هيك بالنص، وبعدها نقطعها ثلاث قطع سماك. شوفوا السماكه اللي عم بقطع فيها مشان ما تفرط، مشان تتحمل الضاين. ما في احلى من الباذنجان المقلي. وهلا تقريبا حنخلص، بقى يعني الدجاج يستوي وبعدها بنروح على تطبيق الطنجره. وهيك يا غوالي الرز تبعنا خلصنا، واللحباشات كلها صارت جاهزة. الباذنجانات المقليين على البطاطا على الزهرة والله بشهوا أكلة مقالي مع شوية بندورة وبصل، والجاجات انسلقوا وطلعناهم. ومرقتنا قاعدة هنيك بالطنجرة ومشكلسة أمورها. هلا شو بقي؟ بقي نبهر الرز. ايه نحنا بالمقلوبة الفلسطينية لازم نحط البهارات للرز بعدين نحطه، مو من زيت البهارات بقلب الطنجرة. وكل حدا ببهر بالطريقة اللي هو بيحبها، لكن أنا دائما في بهارات معينة بحسهم كتير بيركبوا مع المقلوبة. تعالوا نشوف شو هن. ما رح زودها عليكم، ها ملح وفلفل أسود، هيل ناعم وقرفة ناعمة، وكمان بدي جوزة الطيب وقرنفل كمان ناعم وكركم. بس الكركم بيعطيه لون على صفار كتير حلو للمقلوبة وكتير مهم بالمقلوبة. وغير هيك الكركم مفيد يا غوالي، مفيد بقوي المناعة. شو بكم؟ بسم الله. وين المعلقة؟ بجيبتي وين بدها تكون؟ بسم الله. هلا خلينا نبلش بالملح. عندي 4 كاسات رز، وهون كل شيء شايفينه قدامكم ما فيه ملح، الدجاج ما فيه ملح. ليش؟ لأنه الملح مثل ما قلت لكم بيبطئ من الاستواء تبع الدجاج. فحملح منيح. معلقة ملح مقوبعة ونص، لأنه المرق ما فيه ملح، ما في شيء فيه ملح. وبلش بعدها بالفلفل الأسود، نص معلقة فلفل أسود ونص معلقة هيل. لازم تكون البهارات ظاهرة بالمقلوبة، هي النقطة مهمة. ونص معلقة قرفة، وجوزة الطيب قدر ربع معلقة، وربع معلقة قرنفل. طبعا هاي البهارات لأنه كتير قوية. وكركم كمان ربع معلقة، بدي اياها تعطيها لون بسيط على صفار وبس. وبحركهم مع بعض. هاي البهارات انا برأيي هي من اطيب البهارات اللي بتركب مع المقلوبة. من تجارب عديدة كتير جربتها لقيت هالبهارات تطلع مع المقلوبة شغلة خرافية. في ناس تحط البهارات السبعة، مع انه البهارات السبعة بتحتوي على كتير شغلات عديناها وحطيناها، بس انا بحب هيك تطلع شغلة اطيب ونكهاتها مركزة اكتر. وهلأ بدنا الطنجرة يلي منساوي فيها المقلوبة. هاي الطنجرة كتير مهمة. ليش؟ لانه لازم تكون الطنجرة الحواف تبعها او الايدين تبعها بيوازوا الحافة او تحتها. ليش؟ مشان لما نقلبها، لانه اسمها مقلوبة، ما تدق بالصينية او بحراف شي وتقلب معكم وتتجعلك. فهي النقطة كتير مهمة. 2، لازم تكون طنجرة ما بتلزق، يعني لما اطبخ فيها ما بيلزق بسفلة، واذا لزق بينزل له شوية بصل شوية بندورة من مرة ما في مشكلة. في ناس بتحط ورق زبدة تحت بسفلة، انا ما بحب. ليش ما بحب؟
ما بتعود تلسع هيك، يعني لسع البندورة او تلسع البصلة اذا محطوط تحت، ما بتعود هيك صح يعني. انا برأيي في ناس بتحب تحط ورق زبدة، ما بعرف انتو شو بتحطوا، في ناس بتحط قصدير وهذا مضر جدا وكن تحطوه. الافضل انه تستعمل تيفال، لكن انا الطنجرة المناسبة عندي ستانلس ستيل، بس لسه جديدة يعني، لسه السفل تبعها ما احترق نفسه، بس يحترق نفسه بخبركم. هلا بنبلش نطبق بالطنجرة تبعنا. اول شيء بنحط البندورة، وبعد البندورة بنفرفد البصل هيك، وبدي اعطيهم هلا شو رشة من الرز منشان اعبي الفراغات. شايفين هاي الفراغات يلي هون تحت، بس منشان اعبيها وما تضل فاضية بحط شوية رز. وبنفس الوقت لما بحط الرز شو بيصير؟ البهارات تبعه بتيجي على البندورة، بتيجي على البصل، بيتبهروا. تمام، امورنا بالسليم. لا عم بعطيكم شغله ان شاء الله بترجعوا لعندي. هلا بعدها شو بدنا نضيف؟ فانتوا هون الموضوع عنكم، ممكن تبلشوا بالخضار، ممكن تبلشوا بالدجاج. انا رح بلش صراحه بالدجاج، حصف الدجاج هيك، هي فخذ من هون وهي فخذ من هون وهي صدر من هون وهي صدر من هون، وهذا قطعه من الصدر مع الجناح بالنص، وهي هون برصرصة منيح. وشو بعطيها؟ رشة رز. ليش؟ منشان تربس كلها مع بعضها وتمسك ويضل الرز موجود بكل مكان فيها. هلا مثلا عندي هذا الفراغ شو بساوي؟ بحط لي حبة زهرة بقلبه، ما بيزعل مني، بيزعل ليش لا يزعل؟ هون بحط لي حبة زهرة، هون بحط لي حبة زهرة، وبعدها بنزل كمان برشة رز. وهلأ ببلش شو؟ وزع هالباذنجان هيك على الداير، داير من دار. بخلي شوي من الباذنجان وببلش طبق البطاطا. قبل ما احط اخر طبقة من الرز منشان المقلوبة يطلع طعمتها باذنجان وما باذنجان وبطاطا، برجع بحط طبقة باذنجان. هذا الباذنجان بينزل طعمته وين؟ على هذا الرز اللي قاعد تحته. فبكل طبقة بيضل عنا طعمات، ونحط لنا هيك كم حبة بطاطا مشان ما يحكوا علينا الأجانب. وآخر شيء وليس آخرا، لا آخرا آخر شيء، طبقة رز. ها أساسا ما عاد في معنا غيرها. هيك بنكون طبقنا المقلوبة بمعلمية كتير عالية، ولتطلع شيء عن جد خرافي وكلها أخذ نكهات وكلها مبهرة وأمورها بالسليم. وهلأ منروح للمرأة. وهلأ بدنا لأربع كاسات من الكاسة السحرية اللي مثل هي أساسا الكاسة السحرية نفس قياسها 200 ميلي وهي 900 ميلي. بدي أربع كاسات وكاسة خامسة وهي اثنين، يعني كاسة وربع لكل كاسة من الرز، وهي خمسة. شايفين الطنجرة تبعنا شلون تغطت بالمي؟ شي بسيط. وهلأ بسكر عليها وباخدها من هون على النار، بس نار خفيفة. يعني إذا بدك تاكل مقلوبة شغل مرأة وشغل مزاج وشغل أبراتب، بدي نار خفيفة، مو تغلي لي إياها تخرب كل شي طبقناه من أول للنهاية على نار خفيفة. ممكن تاخد لها نص ساعة 40 دقيقة، بس بتطلع مقلوبة بترعب. نستنى شوي ونخليها هيك تنزل كلها على مهلة على رواق وتشكلس امورها، وبعدين بنسحب. وهلا بنقول بسم الله يا كريم. شوي شوي يا غوالي. هاي شنو يا بي؟ هاي كيكه. شوفوا لي على هالمقلوبه الخرافيه. وهلا يا غوالي اجينا لاهم مقطع بالفيديو كله، اللي هو مقطع الدوق. هذا اهم مقطع بالنسبه لي الصراحه انا. شوفوا لي على هالمنظر. شوفوا الرز المبهر مع الباذنجان والزهرة والبصلة والدجاج، الريحة ما بخبركن. قربوا شوفوا لي هالدجاج، شايفين الدجاجة رايحة نيفة مع شوية رز. بنسلي هيك باذنجاناي من هون، وبنزل هيك هالرزات يلي مستويين وكل حبة بحبتها مع شوية دجاج وشوية بانجان. انا زلمه مبلط سقف حالي، لا تشوفوا هي الدخنه عم تطلع ما بتخوفني. بسم الله.
عجبتني والله، مقلوبة بالدجاج كتير طيبة. معلش بس خليني ادوق الزهرة مثلا معه، لأنه أنا بحياتي مو دايق الزهرة بالمقلوبة. ها خليني آخذ زهراية. شوفوا شوفوا الزهرة ما أحلاها، شايفين فرطت خلاص. ما عاد تتحمل المقلوبة، مقلوبة خيّة مقلوبة. روح فيها لوين؟ على المادة دايركت. شايفين ما أحلاها؟ ندوقها بالزهرة. أوه كتير طيبة الزهرة مع الرز، عاملة شغل مرعب مرعب. البصل كتير طيب، الزهرة كتير طيبة، البطاطا، الباذنجان. لا أنا عجبتني هاي، بدي أعيدها الصراحة. أنا كنت ما بساوي مقلوبة غير باذنجان رز ولحمة، هلا بدي ساويها مثل هاي. تحية كتير كبيرة لأهلنا بفلسطين. أخي هات المقلوبة يا بلا، خليني آخذ الصينية وأهرب بسرعة. حبايب القلب مثل العادة، إذا عجبكم الفيديو شكل سنة الأمور خيا. كان معاكم شيف عمر، سلام يابا. هي لا بالعراقي آخر واحدة، يلا سلام. بس آخذ اللبن معليش. خلصت العلبة تبع الكفوف، عجبكم هيك؟ خسرانة يعني، كلها كفوف بكفوف. لك صحيح عندي سؤال لكم، الحجي الله يخلي لكم اياه، لما بتطبخ بالبيت بتلبس كفوف بإيدها شيء؟ سألونا اياها، اكتبوا لنا تحت التعليقات. هلا لحتى نعمل فروج مسحب بدنا فروج. ليش بيزبط فروج مسحب بدون فروج؟ عندي فروجين بسم الله، لازم يكون وزن الفروج فيهم كيلو ونص، يعني ما اكثر من هيك، يعني كيلو ونص، كيلو 600، كيلو 400، كيلو 700، اكثر من هيك ما بيعود طيب. يعني الفروج الصغير دائما اطيب، واللحم حتى اللحم الخروف الصغير دائما اطيب. انا عندي فروجين كل واحد كيلو و400 جرام. هلا اول شغله بدي اساويهم مسطحين، يعني مفرودين على الاخر. طبعا معنى الفروج مسحب ما هو معناه انه فروج بلا لحم بلا عظم، قصدي المعنى تبع الفروج المسحب خلص بتشوفوه باخر الفيديو، ذكروني شي لكم شو هو. هلا بنجيب الفروج وبنزته هون، بدي قصه بالنص. هلا في ناس بتقصه من هون، في ناس بتقصه من هون، انا بحب الصراحه قصه من هون. اللي هو الاصول بيقصوه من هنيك من عند الصدر، انا بحب قصه هيك بالعكس، بحب شيل هي العظمه اللي هون كمان. بمقص اسهل شيء انكم تقصوه بمقص مشان ما يعذبكم. شايفين هاي العظمه؟ هاي ما بدي اياها. هلا شو بساوي؟ بمسك الفروج هيك وبعمل له حركه تايكوندو، باخده هيك غدر. بعدها شو؟ بحط ايدي هون على الصدر وبدق هيك بكبسه كبس، سمعانين الصوت؟ طقطق العظام. بصير عندي فخدين وجناحين والصدرين. وهلا بنطلع الصينيه تبعنا بنحطها هون، وبنمسك الفروج وبنرحشه بقلبها عود حبيبي. والثاني بنعمل له نفس العمليه تشريح يعني، وبنزته جنب اخوه. عدوا هون يا حبيباتي. يلا وهلا بنحط الفروج على جنب، فروجين مو واحد. بنفتح النملية. السلام عليكم. بهاراتنا شوي كتيرة الصراحة، لأنه هاي تتبيلة خطيرة، وهي التتبيلة خاصة بالشيف عمر. ها لحدا يلهفا، يعني تتبيلة شغل أبراتب. ملح، بلشنا نكبكب، فلفل أسود، كزبرة يابسة، سماء أساسي، قرنفل وجوزة الطيب ناعمين، بصل بودرة وزنجبيل وكركم وهيل وقرفة. وهلا سلام. حزروا شو نسيت، اعطونا بس زيت الزيتون الله يخليكم. ها بس هذا، لا هلا ما نسيت شي. سلام. وهلا بدي من البراد دبس فليفلة ودبس بندورة. هاي الاكلة يا جماعة بتعتمد كتير على دبس الفليفلة ودبس البندورة، يعني لا تروح تستعمل لي هذا اللي بيبيعوه بعصارة الشوكولاتة تبع الاولاد بمصمصوها هيك، لا بدك تجيب دبس فليفلة له وزنه تقيل بالسوق، ودبس بندورة كمان شغل أبراتب. هاي نقطة كتير مهمة. طبعا هدول أنا من وين بجيبهم؟ بجيبهم من البازار. هون البازار في مرة اختيارة تشتغل بالضيعة بتساويهم وبتنزل بيهم بالبازار باسطنبول، أنا بروح بشتريهم من عندها، شغلة خرافية. كل 3 كيلو بشتريهم سوا. بدي لتر مي، ما عيتك عبينا لتر مي. خليني اسناولي ليمونة من البراد، وهي المي وهي الليمون، خلينا نعصرهم. بتعرفوا هي الاكله ما بتاكل شغل، عن جد بحاكيكم، والله ما بتاخذ شغل. هالتتبيله بتتبلها وتحط لها الاحباشات كذا وزتها بالفرن والسلام عليكم. اموركم كلها بالسليم. هي عصرنا عصير ليمونه.
لفروجين عصير ليمونة واحدة. وهلا حضروا شو بدنا. بدنا راس ثوب معيكم. تعال كمشتك وين متخبي؟ تعال عندي. هلا بنفرط راس الثوم هيك. بدي ابوه هيك 6 7 اسنان يعني. على قد انتم ما بتحبوا الثوم بس 6 7 اسنان بيطلع شغله براتب. انت مطبق وصفة الفروج المسحب ولا لا؟ مالك مجربها؟ هلا بتجربها. هاي مصورة انا من شي سنة بمطبخي القديم، عرفت شلون؟ فالفيديو كتير قديم والصورة وما في كذا، فهلا هعملن اياها بفيديو جديد وشغل ابراتب. يعني هشكلس لكم الامور على الاخر. ولا يا غوالي بنتناول احسن طريقة للتتبيل اللي هي الخلاط. بنجيب الخلاط اللي عنا. مين بيتذكر خلاطي القديم؟ ده واحد تابع الشيف عمر مزبوط وبيتذكر خلاطه القديم وبيتذكر قصة البينسا. بنحط الخلاط جنبنا، هذا اريح شيء، مو تقعد ترشرش لي بهارات فوق الفروج ويعلق هون كركم ويعلق هون كزبره ويعلق ساوي التتبيله كلها هون بقلب الخلاط. يلا خلينا نبلش. اول شيء بدي لترا من الماء. بسم الله. كميه المي بتخففوها امتى؟ بنخففها وقت يكون عندي دبس بندوره خفيف، دبس فليفله خفيف ما عم يعطيه كثافه. اما لما يكون ظريف ما في داعي نخفف من كمية المي. وبدي احط قدر كاسة زيت زيتون. بسم الله. فيكن تستعملوا زيت نباتي بس زيت الزيتون اطيب. وبدي زدت عليهم ابو 6-7 اسنان توم بس حبة فحلة، هدول تبعاتي صغار فحاطت لي شي 10. ومعلقة مقوبعة تبع اكل شو؟ دبس فليفلة زلي. وثلاث معالق اكل دبس بندورة. ريحتهم بتغوي بالقلب الصراحة. انصحكم اذا بدكم تساووا هاي الاكلة عن جد تستعملوا دبس بندورة ودبس فليفلة اظراف. وعندي عصير ليمونة. فروجين، كل فروج بياخد معلقة ملح صغيرة، معناها بيحط معلقتين من الملح صغار. هاي مفهومة. نجي للفلفل، حطوا دائما لما تستعملوه حطوه على جنب مشان ما تخربطوه وترجعوا تستعملوه مرة ثانية. فلفل اسود نص معلقة. نجي للقرفة كمان نص معلقة. نجي للهيل كمان نص معلقة، يعني لحق كل فروج ربع معلقة. نجي للكركم نص معلقة، تعطي لون ومفيد كتير. نجي للقرنفل نص معلقة. وجوزة الطيب نص معلقة. شايفين بحط لكم جماعة الانصاص هلا حاليا. هلا بدي احط لكم جماعة المعلقة. جوزة الطيب قصدي زنجبيل معلقة، خربطة. بودرة بصل معلقة. كزبرة يابسة هلا جماعة المعلقتين، واحد اثنين. واخر شيء السماق اللي هو الاساسي اللي هو بيجيب لك النكهة يا غالي، بيعطيك النكهة الخرافية. بدك تحط لي ثلاث معالق مقوبعين من السماق. وهلا قبل ما اخلطه بدي ضب كل هدول وها اي روحوا خلصنا منهم. وهلا على الخلط يا غوالي. بسم الله. خرطش الخلاط تبعك وفوت فوتك. وهيك تشكلت الامور على الاخر. منضل ابو دقيقتين ثلاثه عم نخلطه منيحه. هلا بنجيب الفراريش تبعنا. بسم الله. وهلا بدكم تشوفوا لي هالصوص الرهيب يلي عن جد بكل معنى الكلمه رهيب. شوفوا شوفوا الكثافه، شوفوا شايفين شلون بيطلع كثيف؟ إذا طلع مريء معناها دبس البندورة ودبس الفليفلة اللي عندكم ماله ظريف. لما تضرب زيت الزيتون مع دبس البندورة على الخلاط ومي وهيك بصير بيعطي هذا القوام الكثيف. وهلا حان وقت الدعك، ندعكهم كثير منيح ونمسجهم وندللهم. فروجة بدها تدلل. إذا ما تدللت ما بتدللك يا غالي. شايفين شلون؟ في خبرة بالمساج للفراريج لهذا الصوص حتقولوا يا الله كأنه كتير. هذا الصوص بيتاكل معه يعني مع كل قطعة دجاج الصدر جوا مثلا ما بيكون واصله الصوص 100%، فبتاكل معه. عرفت شلون؟ هدول عم نحكي قريب عن 3 كيلو من الدجاج، لسه عندك الخضرة وما الخضرة والبطاطا والقصص هي كلها، هي شو بدها تاخذ من الصوص. عرفتوا شلون؟ وفيكم كمان تستخدموا أي قطعة دجاج يعني جناحات بس مو طيبة، يعني فخاد معقولة، فراريج كاملة اللي بدكم اياه استعملوا. يعني هاي التتبيلة شاملة. والله الفراريش مدللين الصراحة، مدللين يا أخي. شوف صار لهم ساعة بيتدلكوا.
والله عن جد صار شي ربع ساعة بمسجهم، حتى منشيل هيك الجلد شايفين تبع الصدر، ما منشيله بنفتحه هيك وبناخذ من هالتتبيلة وبننزل جوا. هلا فيكم كمان، هلا انا بالفروج مسحها بالقديم، شو عامل؟ عامل ضربات هيك بالسكين مشان تغرز التتبيلة لجوا، لكن لما تشويه ويطلع بتلاقيه هيك الفروج مثل ما بيقولوا حلبية مشرك، ما حلو يعني، عرفت شلون بيروح منظره. فالافضل هيك ممكن اذا بدكم تغزوزوه شوي بشوكه وتحطوه، بس خلص انتم اهم شغله تبلوه وقت طويل، اذا ما عندكم وقت طويل غزوزوه بشوكه وخلوا التتبيله تفوت لجوا. بس هو الافضل شو يتبله يضل بالتتبيله ابو 70 سنه، قصدي 7 ساعات، يعني ساعتين ثلاثه ل 12 ساعه معكم، 13 14 ساعه معكم، كل ما تبلتوه اكثر كل ما بيتنغنغ اكثر. وهلا رح سكر عليه وحطه بالبراد لحتى الله يفرج عليه، قصدي ابو 4 5 ساعات، وبعدها بشوفكم. الاساسيات يلي بتنحط مع الفروج المسحب هن 3 شغلات، اللي هن البطاطا والجزر ويلي بايدي، يلي هن الفليفلة الخضراء. في ناس مثلا تحط فليفلة حمراء، في ناس بتحط، كل هلا بيحط شيء. انا بضيف لسه عليهم بصل وفطر وبضيف كوسه، بس هدول اخر شيء حضيفهم لانه ما بيتحملوا طبخ، يعني ما بيتحملوا بقلب الفرن. اذا البصل اللي عندي صغير ما بيتحمل، مثل هذا بصل للشوي، فاذا بصل كبير لا قطعوها بالنص وحطوها من البدايه خليها تروح نيفه ما بيأثر. فانا هلا رح بلش بالجزر والبطاطا والفليفله، حتى الفليفله كمان ما حطها هلا، بحطها اخر شيء ما بتتحمل. رح بحط معهم بس بطاطا وجزر. هلا خليني اقشرهم وجهزهم. وهلا بنجيب هي الاداه يلي شكلها هيك، اذا ما عندكم منها قطعوا بالسكين عادي يعني ما في مشكله، بس هو كان فروج مسحب يا غوالي بالشام هيك يجي شكل البطاطا. شوفوا شلون شايفين، وبرجع بقطعها هيك. البطاطا بتتقطع بالفروج المسحب قطع كبيره، هي اهم شغله، قطع كبيره. كثير ناس بيقول لك ما بتستوي، لا بتستوي، انتوا اطمنوا بتستوي وبتروح نيفه بهالطريقه اللي عم بعطيكم اياها. بعد ما اقطعهم باخذهم وبحطهم وين؟ هون مع التتبيله، خليهم شو يتنغنغوا فيها. والجزر نفس الشيء بقطعه كمان قطع كبيره هيك. طب بتعرفوا ليش هيك بقطعهم قطع كبيره؟ مشان ما يهتروا، مشان يتحملوا. البطاطاية بتطلع هيك بالفروج مسحب مستويه، بتعمل لها هيك نيفه بتلاقيها ابدا رايحه على الاخر. اما اذا بساويها صغيره بتنسحن، يعني بتنسحن يعني بتدوب خلص بتختفي، لازم يكون كبيره مشان تحافظ على القوام تبعها. وهلا خلينا نغنغهم بالتتبيله مع شو؟ مع الفغاغيج. هدول حبيباتي تنغنغوا. وهلا بنجيب اكبر صينيه عندنا بالمطبخ وبنحطها هون، صينيه فرن طبعا، لو شايفين هي ما بتكفي، عرفتوا شلون؟ فباخذ هذا الفروج. لك ليش هيك؟ لك ليش هيك؟ تعال تعال عندي تعال، الله يكون بعونك. نغنغ نغنغه ومنهنه نهنها، نحطه هون. عود حبيبي ارتاح، الله يرضى عليك، لا حدا يضايقه يا جماعه. وهي الثاني من سطحه بعكسه. وهلا بنجيب بقى الشغلات يلي شو منغنغه. هي البطاطا يا جماعه طعمتها الصراحه يعني اطيب من الفروج، ايه والله بهذا الصوص هيك هي ومنغنغه بتاكلوها بتدوب، يعني قلبك بيدوب لما تغطها هيك بكريمه الثوم، يا ويلي شغله شغله خرافيه. يعني اذا بتساوي هي البطاطا مع التتبيله لحالها بدون فروج تدعي لي. اهم شغله الحباشات اللي عم نحطها ما تغطي على الفروج، يعني تكون موزعة بشكل ما لم ضايقته الفروج. طبعا هلا كله بده يكش، الفروج بيكش، كل شيء بيكش بيوسع لحتى نحط الحباشات الثانية اللي عندنا. وهلا شو بنزل بالتتبيلة عليهم. بسم الله، روح روح شايف لك، روح نغنغ. بس شو بنخلي شوي بقلب الصينية. هدول ليش يا حزركم؟ هدول يا غوالي هلا شو بدي ساوي؟ بدي احط هالفطر بقلبهم، هالكوسة، هالفليفلة، هالبصلات، خليهم يتنغنغوا بعدين بينزلوا فوقهم، ايه؟ وإذا ما وسعوا بنغنغهم هون ونشويهم لحالهم آخر شيء، كمان بيطلعوا شغلة أبراتب كأنكم مساوينهم مع الفروج. وهلا خلص هلا بدي أجيب أغراض مشان أسكر عليها، خلص برجع لكم. وهلا يا غوالي بعد ما شو تنغنغ ونغنغ بالصوص بنجيب ورق زبدة. شوفوا بنحط ورقة هيك، شايفين شلون؟ بهذا الشكل ورقة هيك، لأنه القصدير لما يتلامس فورا مع الدجاج أو مع الأكل بيكون مضر بالصحة، فبورق الزبدة بنعمل فاصل بيناتهم. وهلا بدنا نقصدرهم.
ولا اسهل من هيك. شفتوا شلون؟ بس شو ضربتها وشين قصدير بالحركه السحريه، يعني واحده هيك بالطول واحده هيك بالطول واحده هيك بالعرض واحده هيك بالعرض، ما لازم يطلع نسمه الهواء. يطلع نسمه هواء ما بيعجبني الوضع، ما بيتنهنه هو الفروج والبطاطا والامور تبعنا كلها ما بتتنهنى. عندي فرن محمي، عندي فرن صحيح. ايه والله انتوا عندكم فرن بالبيت، نحن عندنا فرن. المهم عندي الفرن محمى على حراره 225 من نص ساعه. هلا بحطهم، اذا عندكم مروحه ممتاز شغلوا فوق وتحت مع مروحه اموركم بالسليم، اذا ما عندكم مروحه فوق وتحت، اذا بيشتغل فوق لحاله تحت لحاله شغلوا تحت اول شيء وخلوها تحت تحت تحت، خلوها تنطبخ مزبوط بعدين تشوي الوش. هلا بدي احطها، بتاخذ لها ها يعني 50 مو 50 ساعه 50 دقيقه على ساعه هيك شيء. بسم الله يا كريم. ها افتح يا سمسم ابوابك نحن الاطفال واستقبل لي هالفروج. شايفين بحطها يعني قريب النص، تحت النص بدرجة احسن، خليها تاخد نار قوية من تحت تنطبخ وتشكلس لي امورها ونتأكد انه شو مسكرة وامورها بالسليم. الا من الا ارقدي بسلام. ولا بعد ما حطينا هاي الصينية اللي زايد فيها التتبيلة، بنحط فيها البصل، الفليفلة، كوسة كمان قطعتها هيك، والفطر حبات الفطر مثل ما هن. ليش؟ لانه بكشوا ما بيتحملوا، وبخليهم هيك عم يتنغنغوا بالصوص شي 50 دقيقة. بعد 50 دقيقة بدي افتح عليها اساسا بدي اشويها، فيني احطهم معها وفيني اشويهم لحالهم، اساسا هن هلا عم يتنغنغوا بنفس التتبيلة اللي بنغنغ فيها الفروج. وهلا خلينا نروح لبعد 50 دقيقة. كمشتكم عينكم على الصينية ما؟ بسم الله يا ويلي عم تغلي غلي. بسم الله تعي يا غالي، صار ماري عليها شي 45 دقيقة. هاي بظن تنهنها تنهنها. لا 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 لك الريحة، الريحة يا جماعة ما بتنوصف نهائيا. سكر لي باب الفرن وشغل لي فرنك بس من فوق. ليش بيشغله من فوق؟ لأن بدي اشيل الوش. استويت، أنا عم بقلكم استويت دقيقة. هنجيب سكين، كيف نفحص ونعرف إنه استويت؟ هوب 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 هوب. يا ويلي على الريحة يا ويلي. ولا شو بساوي يا غوالي؟ بخر حالي شوي اول شيء بهالدخنة الحلوة، وبعدين بيجي لعند اتخن بطاطاي. شوفوا شوفوا شايفين؟ اذا البطاطاي هيك رايحة نيفة خلال 45 دقيقة، معناها الفروج شو؟ معناها رايح فرطه. كيف تعرف كمان الفروج؟ ما في داعي، بس طلعوا لهون شايفين هاي العظمة بينت ورجع الجاج لورا كش، يعني معناها اموره كلها باللوز. هلا بدي اخده واشويه بالفرن، بس قبل ما اخده واشويه بالفرن بدي ادهن له وشه وشكلس له اموره. شلون بدي ادهن له وشه؟ جيب فرشاه. شوفوا لي هذا الصوص اللي هون شايفين، هيك باخذ وبدهن هيك بشكلس له اموره، يعني عشان يطلع لونه شغل عمك ابراتب. وهلا انا يا غوالي شو ساويت بهي الصينيه؟ بما انه هنا كانوا بقلبها الخضره اللي هن الفطر والكوسه والبصل والفليفله، طبختهم شويتهم يعني مو طبختهم، فهلا بس خليني اضيفهم لهون زينهم هيك يشكلسولي الامور. عدوا هيك بمشقيته للفروج وتنغنغوا معه. اطيب شيء هذا البصل يا ويلي، هذا شو رايح نيفه بيكون وبتم بدوب دوبان. وهلا هيك صارت الصينيه تبعنا شو جاهزه لوين؟ لتفوت على الفرن نشوي هالوش ونحمصه ونأمره ونشكلس له اموره. صراحه ما في يعني عندي انا ما عم بقدر استنى. يلا على الفرن، الفرن شغال بس من فوق على اعلى حراره، بس ما بخلي الصينيه قريبه لفوق، بخليها من تحت مشان ينشوى وشك ويتحمص على مهله. تمام يلا جاهزين يا غوالي للمنظر الخرافي؟ فوتوا فوتتكم على الفرن وشوفوا لي هذا المنظر. شوف 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 هذا اللون وشلون هيك الفروج رح يطلع. يعني هذا الفروج اللي لازم يتغنى له، اه لقيت النغنغه او اه لقيت السقسقه. شوفوا لي على المنظر ما احلاه. يا ويلي يا ويلي، فروج مسحب شغل عمك ابراتب، محمص مقمر ومستوي ورايح نيفه، وقدامه شويه بطاطا على شويه جزر وشويه فطر يستهلوا بقك، لما البصل والفليفلة يا ويلي عليهم، البصل بتدوب بتم دوبان. وهلا بدي تقربوا لعندي يا غوالي لتعرفوا ليش اسمه فروج مسحب، قربوا لكم شو القصة. بسم الله، شايفين هذا الفخذ؟ هون في عظمة مختفية، بتمسك العظمة هيك يا غالي بتعملها واحد اثنين ثلاثة، ما بتلاقيها لشو؟ طلعت لحالها. لما بتتسحب هيك يا غوالي ويطلع منها الهبال شو بصير اسمه؟ فروج مسحب.
هيك بصير اسمه فروج مسحب. شوفت عينكم فروج ضعيف الجناح والشيف عمر غدر بي. شوف شوف الجناح شوف رايح فراطة فراطة رايح. اوعى يطير ها امسكه منيح. هلا بدكم تسمحوا لي بهالرقصة صار وقت ندوق وهذا اهم مقطع عندي. بسم الله. اكلك منين يا بطة؟ لا هذا فروج ماله بطة. شوفوا لي خلينا نشوف الصدر. شوفوا شوفوا الصدر هلا قدشه بيكون جوسي وطري. شوفوا شوفوا مبين يعني لحاله شايفين لحاله ما في احلى من هيك. هاي اللقمة يا غالي تاخد معها شو البطاطا. بس اي بطاطا شايف هاي المحمصة والمقمرة ليش هيك لك رايحة نيفة التانية. تحط لي اياها بقلب الخبزة بالرواق الرواق الرواق بعدين تطلع وبتنزل غواصي هيك بالصوص. شايفين هذا الصوص الكثيف يا ويلي يا ويلي الريحة. بعدين شو بتساوي انت ما بتروح عند كريم التوم. كريم التوم بيجي لعندك هيك يعني تنزل هيك بتغطي لي اياها بقلبه. هاي اللقمة هي الدمار الشامل بذات نفسه على المعدة دايركت. بسم الله. خرافية بدها وحدة الله يبارك له من فصل الشام. أطيب فروج مسحب ممكن تجربوه بحياتكم. لحاب وحدة مخلل يا غالي وشكلس لي أمورك عشان ما تتعبوا كتير. بس لقمة تانية حرام حاس فيكم. قال الناس ما بتحب الصدر. إيه هذا الصدر لما تاخده هيك شايفه هيك شو بتساوي فيه؟ تاخده وتنزل فيه هون هيك 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 بتنغنغه بهالصوص وبتحط اللقمة هون وبتسناولي وحده بصل رايحه نيفه هيك هيك شايف تفقسها بس هيك فقس تقوم تطلع لقلب السندويشه. والسندويشه مثل النار. سندويشه مين هي؟ لقمه. يا والله ضيعت. ترجع بتاخذ كريم التوم وبتنزل فيه هيك شايف على هالمنظر. والله عن جد نفسي كلكم تجوا لهون وتتفرجوا علي انا عم باكل. بسم الله. هاي الأكلة ما بينشبع منها نهائيا. أنا واثق من هذا الشيء اللي بيجربها ما حينسى طعمتها بكل حياته. شيء بيغبب على القلب عادة إخواننا الحلبية. وهيك يا غوالي مثل العادة إذا عجبكم الفيديو شكلتسونا الأمور يا بي. كان معكم شيف عمر وفروج مسحب يعني أطيب فروج مسحب ممكن تجربوه بحياتكم.